عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة شاف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن صحة وعافية. اليوم غنبداو من التحضيرات ديال حلويات العيد اللي كنحضروهم باقصى سرعة وكذلك المكونات اللي كيكونوا بساط جدا. فغادي نقترح عليكم المورينغ بالقهوة سريعة الذوبان، كيجي من ألذ واروع ما يكون. فكنتمنى الا كنتو اول مرة كتزوروا القناة ديالي تنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. فبسم الله على بركة الله نبداو بالمقادير وبطريقة التحضير. اذا بالنسبة للمقادير اللي غادي نستعملو في هاد الحلوة، فعندي هنايا جوج ديال ابيض البيض، من الاحسن يكون خارج عن الثلاجة يعني يكون بحرارة المطبخ. دائما الحلويات باش يصدقونا مزيان فدائما البيض خصو يكون بحرارة المطبخ، ما يكونش من الثلاجة ونخدمو به، لانه كيعطي يعني دور كبير باش تنجح لنا الحلوة ديالنا. عندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر الثقيل اولا السكر الناعم، معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، عندي 40 غرام ديال القرقع اولا الجوز مهرمش يعني ماشي مطحون كاع بزاف حتى ولا لين. ها نتوما كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل ما بين مطحون وما بين مهرمش، يعني كيبقى واحد شويه كاندي كتعدي كتلقاي واحد شويه ديال القرقع في الفم ديالك. عندي هنايا 160 غرام ديال السكر الخشن اولا السكر سنيده، وللتزيين فعندي هنايا واحد 30 غرام ديال السكر البني الكاسونات فقط اللي غادي نزينو به من الفوق. وبالنسبه للكويرتات اللي غادي نستعمل، فانا عندي هذا المول هذا تيكون خاص بالنوعيه ديال هاد الحلويات بحال شكل ديال لي كاب كيك، لكن هما تيكونوا خاصين بهاد الكويرتات. فالكويرتات استعملنا كيكون شويه من الحجم الكبير ماشي داك الكويرتات الصغار على هذا الشكل، يعني كاينين المصغر من هادو ولكن هادو كيجيو في هاد الحلوه احسن باش كياخذوا الاتساع فين كتنفخ. اما الا ما كناش كنتوفروا على هاد المول هذا فغادي نستعملوا فقط طاوة ديال الفران على هذا الشكل، كنوضعوا فيه الكويرتات بحال هكذا، يعني ماشي ولا بدا تكون عندنا هذيك الطاوه. اذا هادو هما المقادير اللي غادي نستعملو في هاد الحلوه. ندوزو لطريقه التحضير. فبسم الله غادي ناخذو البيض ديال البيض وناخذو طراب كهربائي باش غادي نخلطو، نطربوه مزيان حتى كيولي بحال الثلج، يعني كيضاعف الحجم ديالو كيدير واحد الرغوه. الوغ من بعد ما كنتحصلوا عليه على هذا الشكل غادي نبداو وحنا كنخلطوا في نفس الوقت غنبداو نضيفوا السكر تدريجيا، يعني شويه بشويه حتى كينسجم لينا مع ابيض البيض. فمن بعد ما كنتهي من الخفق ديالو سبحان الله انفو كتضيفو عليه داك السكر وكتخلطو كيولي اللون ديالو لامع بحال المورينغ، صافي كيولي بحال المورينغ. غادي ناخدو السكر الثقيل وغادي نخلطو مع قهوة سريعة الذوبان، كيف قلت لكم معلقة كبيرة ديال السكر الثقيل مع معلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، نحاولو نمزجوهم مع بعضهم وغادي نضيفوهم على الخليط ديال البيض. وفي نفس الوقت راه حنا غادي نبقاو نطربو حتى كينسجم لينا هذا الخليط مع البيض.
صافي. فمن بعد ما كي تخلط لينا داك القهوه مع السكا كلاصي والبيض، غادي نبداو نضيفو الكركاع تدريجيا. صافي هكذا تيصبح عندنا الخليط واجد. غادي ندوزو باش نعملو الكويرتاس ديالنا. فغادي ناخدو المول، غادي ناخدو تقريبا واحد المعلقة صغيرة، ونديرو الحشوة هكذا في الوسط على هذا الشكل بلا ما نعمروهم كليا، لأنه مازال غادي ينتفخو. تقريبا واحد المعلقة صغيرة اللي غادي نوضعو هنايا في الكويرتات. فوالا الحلوه راه كتجي هائله. الناس اللي كيبغيو المورينغ ففعلا كتجي من ألذ واروع ما يكون، خاصه هذاك النكهه ديال القهوه مع الكركاع. ما تخيلوش كيفاش كيجيو مواتين مع بعضهم. الفران انا وضعته كيسخن على درجه حراره 160، يعني كتكون درجه حراره متوسطه. فمن بعد ما كنتهي من التعمار ديال الكويرتاس، كيف كتشوفوا راه ما شاء الله عطاتنا كميه لا باس بها، غير من جوج بيضات فقدرنا نخرجوا هذه الكميه كلها. دابا غادي نبدا نرش هكذا شويه ديال السكر البني. الا ما حبيناش نستعملوا السكر البني فممكن نعوضوه كذلك الا بقى عندنا شويه ديال الكركاع، نهرمشوه ونديروه من الفوق، اولا كان عندنا اللوز كذلك نهرمشوه ونديروه من الفوق. كيبقى حاجه اختياريه، ما حبيناش نزينوه ماشي مشكل. الا كان عندنا حتى الفيرميسيل شوكولا فيرميسيل فكنديروها في المجمد كتقبط راسها واحد شويه وكنزينو بها من الفوق. علاش كنديرها في المجمد؟ باش ما كتسيحش لينا في الفران، يعني كتبقى قابطه راسها. دابا غادي ندخلوهم الفران اول 15 دقيقه، غادي نخليو على حراره متوسطه، يعني ما يكونش حراره عاليه. من بعد ما كتمر 25 دقيقه غادي نرفعو درجه الحراره لمده ديال 25 دقيقه حتى كنشوفهم بانهم نضجوا ولاو طايبين، وغادي نخرجوهم من الفران ونشوفوهم في الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله كيفاش غادي يصبحوا. غادي ندخلهم الفران ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نطيبوا هاد المغانغ ديالنا. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرنا مع بعض، كتجي في قمه الروعه كيف قلت لكم، سهله جدا في التحضير وكذلك كتجي مقرمشه وزوينه بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى انكم تجربوها لانه فعلا كتستحق التجربه. فهداك الوقت اللي عطيتكم ديال الطياب فهو هذاك المناسب، 15 دقيقه في 25 دقيقه كيكون المورينغ ديالنا طايب. فكنتمنى الى عجبكم لا فيديو عجبتكم الوصفه، ما تبخلوش عليا بلي لايك، وكذلك تشاركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه. خليت لكم الراحه والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.